انا هتجنن. ايه مالك يا بنت؟ ده من اين لك هذا؟ ايه مش عاجبك؟ مش عاجبني؟ دي حاجه تدوخ، دي اشعات ذريه. لا 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 لا، خليكي زي ما انت. ولما تاذيك الاشعات الذريه؟ انا قتيل الاشعات الذريه. انا هيروشيما. لا يا اخويا اخاف. عاوز اتفاوض معاكي، نتفق على معاهده، لازم نتقابل بعيد عن المعسكر ده. ولزوم المفاوضات ايه؟ عاوز اضمك لممتلكاتي. البوليس الدولي يمنعك. بوليس مين؟ اختك اللي اكبر منك، الجنرال فتحيه، البيكت اللي بتترعش منها. اترعش منها ليه؟ هي لا عندي حاجه، دي كلها 4 سنين اللي بيني وبينها. انت فاكره انا يهمني منها؟ على العموم احسن نتقابل بره. علشان ايه يا شاطر؟ علشان بحبك. لكن انا مش بحب. لا بتحبيني. هو في حاجه اسمها حب؟ امال زمان ليه كنت بتقولي انك بتحبيني؟ زمان، لكن دلوقتي كبرت وعقلت. معلش، بكره تعقلي اكتر وتحبيني لما نتجوز. ايه نتجوز؟ ايه انت مش قلتيلي ان احنا هنتجوز؟ كلها 4 سنين واخلص من الجامعه ونتجوز. 4 سنين؟ ياه، ده انا اكون اتجوزت وخلفت داسة. طب اسمعي، انا مستعد اتجوزك من دلوقتي. ولما نتجوز هنعيش منين يا بابا؟ هاخد من ماما. وهتبقى تروح المدرسه يروح عين ماما؟ لا هتوظف. وبابا يوافق؟ بابا هو هيزعل شويه وبعدين يوافق زي عوايده. ويهون عليك تزعل بابا يا روح ماما. انت بتتريق عليا ولا ايه؟ لا بتكلم جد، حد يزعل ابوه وهو عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، فتحي اختي هي اللي معايا. حاسب على نفسك يا بابا، اوعى اعمل هوا يا بابا، ما تاكلش يا بابا، ما تشربش يا بابا، وهم الراجل هو لا بيه ولا عليه. لا بيه ولا عليه؟ هو مش كان عنده ذبحه؟ وخلاص خف، والدكتور قال له يقدر يقوم السرير. خلاص هيتقابل بره؟ ده بعدك، انا بطلت اقرب، روح شوف اصحابك. طبعا اذنك. هدني لاحسن البنت دي لو حتى اثبت. خليك تقيل، انا حشنكلك ابوها. اهلا، ازيكم يا جماعه؟ ازيك يا راجل؟ اهلا يوسف. ايه حكايتك؟ بالك مده ما حدش شاف. اصل ابويا كان عيان وخد له دور جامد قوي. الله، وما قلتليش ليه كنا جينا سالنا عليه؟ والله اتلخمت في العيا والمذاكره. العيا والمذاكره ولا اهي تسالي، لما الواحد بيزهق بيسلي نفسه. اموت في التسالي، احب اللب. طب والتسالي دي ما تجيبها معاك بره تسلينا على المذاكره في شقه رشاد؟ احنا غلابه يا ابو حجاج ونستاهل التسالي، ولا ايه يا ابو رشاد؟ طبعا، مش سوا في السراء والضراء. خلاص يا ابو حجاج، هتجيبها معاك من هنا ورايح. اجيبها معاها ازاي؟ انتوا مجانين، دي بنت ناس وطول عمرنا متربيين سوا وجيران. حتى قال لا سمح الله انها مش بنت ناس. يعني مش زي المقاطيع اللي بيقولكم. مقاطيع؟ الظاهر انك عنيتك قوي. خلاص هتجيبها؟ اجيبها ازاي بس؟ اصلك تريل، اصلك تخوف. اجيبها بمناسبه ايه؟ بمناسبه عيد ميلادي يا اخي اللي جاي يعزمك فيه. وهي مالها بقى ومال عيد ميلادك؟ هي مش صاحبتك. خلاص، واحد بيعزم صاحبته في عيد ميلاد صاحب فيها ايه؟ فيها بقول لك تخوف، مش مصدقني انا هروح اعزمها. طب بس بلاش تلبيخ، انا هعزمها على رواق. طيب خد لك سيجاره. لا بلاش. خد بلاش. خد بلاش خد. اكبر بقى، انا بشربها وعمري 5 سنين. خد. مستنيينك بكره، ما يتاخرش ان شاء الله. وما تنساش البضاعه. هعمل كل جهدي. باي باي. مع السلامه. باي باي. باي باي. مع السلامه. باي باي. يبقوا مين بسلامتهم؟ اصحابي. ومتأنزحين قوي كده ليه؟ وما يتأنزحوش ليه؟ واحد منهم ابوه بتاع 500,000 جنيه من اعيان بورسعيد وساكن في شقه لوحده. والتاني؟ انقح منه. ها قلتلي، ويبقوا اصحابك قوي؟ الروح بالروح. ورشاد عزمني دلوقتي على عيد ميلاده بكره. وهتروح؟ اذا جيتي معايا. يا سم، اجي معاك بتاع ايه؟ وبمناسبه ايه؟ الله الله، مش احنا اتفقنا على الجواز؟ مش انت خطيبتي دلوقتي؟ فكرتني، اصلي بنسى بسرعه، وخصوصا حكايه الجواز دي. لا 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 يا نوال يا حبيبتي، دي مش حكايه تتنسي، افتكريها كويس. الا مش عربيه الدكتور ممدوح؟ ايوه. انت مش قلت ان بابا خاف؟ ايوه خاف، لكن بيجي يطمن عليه كل شويه.
يطمن عليه ولا على على ايه؟ ابدا ولا حاجة. الله، انت مش هتيجي بكرة معايا؟ ذاكر يا بابا، ذاكر لك كلمة تنفعك. اي يا بنت الايه؟ انا خايفة على عينيك لا تتحول. انت هنا من امتى؟ من اول، من اين لك هذا؟ يخرب عقلك، انت مستخبية طول المدة دي هنا وانا بدور عليك. لا يا شيخ، وانت فاكرني عبيطة؟ ابعد عن نوال، انت مش قدها، دي بتلعب بيك. انت بتغير عليا، اطمني، انا بحبها زي اختي. زي اختك؟ ايوة، زي اختي فتحية. تمام، اولا ما تقولش عليها زي اختك فتحية، فتحية برقبتها، فتحية ست بيت ونوال بنت لعبية. على العموم انا يهمنيش غيرك انت، انزلي بقى عشان نتصالح. لا يلا بقى نطي. لا مش نط. ايه يا زكية، في ايه؟ ما تنطقي يا بنت ولا خرستي؟ معلش انا على لسانك، وانا ليا غيره؟ طب ما تنطقي، في ايه؟ الدواء، عايزينك تجيب الدواء. انهو دواء؟ اللي كتبه الطبيب. انهو طبيب؟ بقى ما انتش عارف الطبيب يا سيوسف؟ جبت الطبيب يداوي، سألني الجرح فيه، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين. يا بنت الدلع، سمع في القلب حاجة وقال ده. ادوا روشيتا لزوزو خليه يجيب الدواء. يوسف من فضلك، زوزو ده كان زمان. طول عمرك مهما كبرت هتفضل قدامي زوزو، اديله روشيتا. ما انا بحاول اهو يا ستي. اتفضل. تسمح تروح بقى وتجيب الدواء؟ اشمعنى؟ اشمعنى ده ايه؟ انت هتخسري قافية؟ مش قصدي، بس اشمعنى انا اللي اجيب الدواء؟ لا، البس انا واسيب شغل البيت واروح اجيب الدواء. وليه تروحي انت ولا اروح انا؟ هي حسبة بيرما، حتة روشيتا هتنصرف، يروح الاستاذ حسن يصرفها. واخد اجازة. تروح زكية. زكية مش فاضية. يعني انا اللي فاضي؟ وانت وراك ايه؟ ورايا مذاكرة. مذاكرة ولا؟ ولا ايه؟ ولا تسكوا على الاسوار يا سي زوزو. اسوار؟ يا شيخ انت بتخرفي. انا اللي بخرف؟ طب روح بقى وبلاش كتر كلام. الدواء ده لابوك يا بني ادم، اما كنتش انت هتهتم مين اللي هيهتم؟ هات الفلوس. جيب من معاك. من معايا منين؟ من الخمسة جنيه اللي طشها امبارح من ماما. خمسة جنيه؟ قصدك الخمسين قرش؟ لا يا شاطر، خمسة جنيه وانا شايفاهم بعناية. خمسة جنيه خمسين قرش، اهو كله محصل بعضه وكله طاير. طبعا فلوس مش تعبان فيها، لكن وحياة النبي اللي انا قايله لبابا، هات يا زكية الفلوس. خد. مش هاخد. ولا اقول لك هاتي شربات يا ستي، اما عليك حته اه، ربنا يحرسه من العين. كتر خيرك يا زكية. بس لو ما كانتش الست الكبيرة مدلعة. اه يعني من الدلع. زكية روحي شوفي شغلك احسن. حاضر يا ستي. ايه ده يا بابا، ايه اللي منزلك بالسرير؟ ايه هو اللي خلاني نزلت. تقدري تكلميه؟ كلميه اذا كنت شاطره كده بقى. معلش يا مدموزيل فتحية، دلوقتي يقدر ينزل. لا ده مش ينزل وبس، ده ينزل وياكل ويشرب. عارفه يعني ايه يشرب؟ يعني ايه يشرب؟ قول لها يا دكتور. لا 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 لا، ما انا مش هسيبك تخرج لما تقول لها الكلام الحلو اللي قلته لي. وانا بس فالح، ممنوع النزول، ممنوع الاكل، ممنوع الشرب. ممكن ياخد كاس ويسكي في اليوم من ضمن العلاج. كاس واحد؟ علاج ايه الهايف ده يا دكتور؟ ناقص كمان تقول لها اربع نقط على كوبايه ميه. لا لا يا دكتور، غير لي الروشيتا ارجوك. ممكن كاس تاني عند اللزوم؟ السلام، انا اموت في اللزوم ده لانه بينتابني ثلاث اربع مرات في اليوم. لا لا لا، اللزوم ده ما يجيش غير مره واحده في الجمعه بس. اهو ده عيبك يا دكتور. فهمني، انت معايا ولا مع السبع؟ دي بقى يا سلام يا دكتور، دي مورياني الويل. دي ست الناس، ربنا يخليها لكم. طبعا، واحنا لينا مين غيرها؟ عن إذنكم. مع السلامة يا دكتور. مع السلامة يا ابني. ربنا يجعلها من نصيبك يا دكتور. كلام ايه الفارغ اللي بتقوليه ده يا وليه؟ ايه؟ أنا حاسة إنها هتكون من نصيب. محدش أبدا يعرف نصيبه هيكون فين. يا دكتور انا مش عارفه اودي جميلك فين. ما تقوليش الكلام ده يا فتحيه، انا ما عملتش جميل، انا عملت واجب. انت عملت اكتر من الواجب يا دكتور. ليه بتقولي لي يا دكتور؟ هو انا ماليش اسم؟ طيب يا دكتور ممدوح. طب متشكر يا فتحيه. هانم. هانم؟ مادام مصره على انك تقولي لي يا دكتور. اصل انت دكتور
وانت هانم، انت ست الهوانم، انت ارق واحسن انسانة قابلتها. واذا كان حد له فضل شفاء والدك بعد ربنا يبقى انت مش انا. ايه ده كله يا دكتور؟ انا ما سالش حاجه من اللي بتقولها دي. انا شخصيا لو عندي حد زيك مش ممكن اخاف من اي مرض. بعد الشر عليك من المرض ده، انت جميلك ما يتعوضش ابدا. هنرجع تاني للجمال؟ احنا مش اتفقنا مفيش بينا وبين بعض جمال؟ اخر مرة اسمع منك الكلمات دي. امرك يا دكتور. يا ممدوح. امرك يا ممدوح. تنحية. اهلا نوال. انا جاية اطمن على صحة عمي، مش الحمد لله احسن؟ الحمد لله. انت مش تعرفي الدكتور ممدوح؟ نوال صاحبتي وجارتي. اهلا وسهلا. انا سمعت عنك كتير يا دكتور. ان شاء الله يكون خير. خير وبس، فتحية دايما بتشكر فيك، بتقول ان لك الفضل في انقاذ حياة عمي. مرة واحدة؟ لا دي بتهول. وقالت ايه كمان؟ قالت انك دكتور شاطر وشيك ولطيف وجذاب. لا 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 ايه ده كله؟ في الحقيقة هي ما قالتش اكتر من الواقع. وانتي كمان؟ دي من كتر ما شكرت لي فيك صممت اجيلك العيادة. ليه كفل الشر؟ معرفش كده بعد ساعات بحس بدوخان ولا قلبي يدق يدق يدق. لا سلامتك، فوتي عليا في العيادة في اي وقت، انا في خدمتك. خلاص حفوت عليك عن قريب، ممكن اعرف عنوان العيادة؟ لما تيجي تروح هبقى اديك العنوان. استأذن انا. مع السلامة يا دكتور. متشكر يا فتحية هان، نبقى خلصين. أروفار يا مادموزيل. أروفار. باي باي. باي باي. ايه ده نوال؟ ايه حكايتك؟ انا من امتى قلتلك الكلام البايخ ده؟ ما تدقيش، خلي الواحد يشوف شغله. يعني ايه شوف شغله؟ انت لسه صغيرة على الحاجات دي. انا اكبر منك. مش بالسن يا حبيبتي. امال بايه؟ بالتجربة. الحياة مش عايزة الواحدة تقعد لها، الحياة فرص، والواحدة ما كانش تنتهز فرصتها هيفوتها القطر. قطر ايه وفرص ايه؟ الواحدة مفروض تأدي الواجب بتاعها وبس. الحياة مش تخطيف، واللي كله نصيب في حاجة لازم ياخدها. كلام ده بطل خلاص. حكاية الاسم والنصيب دي بقت موضة قديمة. الانسان هو اللي بيعمل نصيبه، هو اللي بيشكل حياته. في حاجة اسمها شطارة وحاجة اسمها جهد. طب ما نشوف هتعملي ايه بشطارتك دي. بكرة تشوفي. أورفال. الله، انت مش طالعة ولا ايه؟ لا مستنية تليفون. باي باي. ده ليه يا بابا؟ ايه؟ بشم شوية هوا، باخد شهيق وزفير. طب ايه اللي مخبيه ورا ظهرك ده؟ ولا حاجة، ادي ايه ده. طب تسمح التانية؟ وادي التانية. تسمح بقى الاتنين مع بعض؟ وادي الاتنين. دلوقتي بقى خليك مدد ايديك وقرب عليا. لا 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 يا فتحية، انت مش عارفة ان المشي مضر بيا، خصوصا وانا ماشي ومدد ايديا كده زي اللي ماشيين على الحبل. عاوزاك تمشي خطوة واحدة بس. تا 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 تا. ما هي الخطوة دي هي اللي هتجيب رقبة الإزازة. طب ناولها لي ناول. ليه بس؟ ما هو أنا لازم أخد كاس بأمر الدكتور، كاس طبي. أنت عارف إن أنا ما أحبش أخالف أوامر الدكتور أبدا. طبعا دلوقتي بقت أوامر ما تتخالفش، بس أنا اللي حاملة لك الكاس. اسمع بس لما أقول لك، أصل دي حاجة عايزة توضيب وعايزة ترتيب لسه أنت ما تفهمهوش. معلش يا سيدي نتعلم. طيب اتعلم. أما أشوف. إيه ده؟ ده الكاس اللي قال عليه الدكتور ده؟ انا مش قلت لك انك لسه غشيمه؟ لازم ابعتك بأس عند استورو علشان تتمرني على الحاجات دي. يعني هو استورو هيعمل اكتر من كده ايه؟ اه بيعمل اكتر من كده، بيملى الكاس لنصه. ايوه اصل بياخد بقشيش. انا مستعد اديلك بقشيش. لا يا حبيبي، البقشيش بتاعي صحتك. طب كملي الكاس. وادي الزواده اهي. لا دي مش الزواده، دي لسه. ايوه شطره. مبسوط بقى؟ مش عاوز حاجة تاني؟ اه عايز سيجارة. كله لا السيجارة، الدكتور ما قالش كده. لا اسمع ما اقولك بقى، انت حيرتيني ما بينك وما بين الدكتور. زوزو زوزو، هو فين زوزو؟ راح يجيب الدواء. وعلى فكرة الخمسة جنيه اللي خدها منك امبارح فرتكها عن اخرها. خمسة جنيه؟ انت اديتيله خمسة جنيه؟ ايوه، قال انه عاوز يشتري كتب. كتب؟
والله ما حد هيبوظ الواد ده غيرك انت. ليه بقى؟ ماله يوسف؟ مدلعهولي على الاخر، اي حاجه بيطلبها بتديها له دغري. وماله؟ ما دام ربنا مقدرني. مساله مش مساله ربنا مقدرني وربنا مش مقدرني. مساله مساله تربيه. الولد مش لازم يحس ابدا ان اي حاجه بيعوزها بيلاقيها قدامه دغري. بكره يكبر ويلاقي الحياه قدامه صعبه ويبقى ما عندوش صبر ولا جلد ولا رغبه في الكفاح. طول ما انا عايشه مش هخليه يتعب في حاجه ابدا. لا يا شيخ. طب ولما تموتي؟ ايه؟ قصدي يعني بعد عمر طويل مش هتعيشي له طول العمر. ما انا عارف. بكره موتوا ترتاحوا مني، ما هو ده اللي انتوا عاوزينه. اهو ده اللي انت فالحه فيه. عياط وصويت، افتحي بقى الحنفيه على الاخر افتحيها. بس يا ماما بلاش عياط، ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك ابدا. اهو دلوقتي بقى في لزوم لكاس تاني. لا. الدكتور قال الكاس التاني عند اللزوم. وانت عايزه زوم اكتر من كده؟ ما انت شايفه الحنفيه اللي فاتحاها امك؟ في صحه الدكتور ممدوح دكتور اللزوميات. يا وليه يا وليه اضحكي وفرفشي، مفيش حد واخد من الدنيا حاجه. اه ده اللي انت فالح فيه، اتشطر على نفسك مش اتشطر على يوسف. انا ابويا كان بيشطر عليا بالخرزانه، مش زي ابنك اللي بشطر عليه سك. ما هو شايف المثل قدام. لا 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 اسمع اما اقول لك، هو لازم ينفذ اللي انا بقوله عليه، ملوش دعوه ابدا باللي انا بعمله. انا بنفذ اوامر الدكتور ممدوح، اجعص دكتور في الدنيا. والنبي صدق، راجل امير وشاطر ولا فيش عيبه تعيبه ابدا، اصله ومال وجمال، ربنا يجعل لنا نصيب فيه. لا حول الله، شوف كسفت البت وخلتها خرجت. يا وليه هو انت يا تعيطي يا لسانك يتلوي؟ ليه بقى؟ ليه بعد كلام تقوليه ده؟ ما هي حاجه باينه زي الشمس، ده واخد باله منها قوي ولازم يخطبها. طب واذا ما خطبهاش بقى يا شاطره يبقى ايه؟ تبقي علقت البنت في الهوا، تبقي صدمتيها وكسرت نفسها. ده كلام يا شيخه، ده كلام يتقال؟ دي حاجه عايزه لها 80 كاس، وده اللزوم بتاعه، لازم اخد كاس تالت دلوقتي. عايز تقولي الكلام؟ ايه؟ فين الازاز؟ ازاي صحه عمي النهارده يا ابله؟ مش كويس؟ الحمد لله كويس، الدكتور صرح له بالنزول والمشي في البيت. انا متهيألي ان الدكتور كويس، مش كده يا ابله؟ حقيقي شاطر. شاطر وبس؟ ده شاطر وشيك وجنتي ووجيه. الله الله، هو انت كمان يا بنت تغزلي فيه؟ انا؟ استغفر الله يا ابله. انا بس عاجبني ومتهيألي انه ينفع لناس. ناس مين؟ حلوين زيه. وبعدين يا بنت في الشقاوة دي. ايه خبر؟ انت ما رحتش تجيب الدواء؟ رحت وديت الروشتة، لقيته هيتأخر في تحضير الدواء، قلت ارجع اذاكر كلمتين. هي دي بقى تبقى المذاكرة. اصلي وانا راجع قابلت نوال. ايه ده؟ انت ما قلتليش انك هتجيب دواء لباباك. طب روح بقى واختشي على دمك. انت مفيش حاجة تعملها مظبوط ابدا؟ امتى هتعقل؟ امتى هتعقل؟ امتى؟ هو ده اللي فالح عشان يعجب الست فتحية. مالها فتحية؟ فضلت تناكب فيا لغاية لما فوار الدم طلع في راسي، دخنت. يا ساتر يا رب، اجيب لك عبور حريقة ولا طشها لك بجرد المية؟ لا خلاص دلوقتي تهدى من نفسها. بس خد بالك منها لا تشيط تاني، حرص كويس لحد يرمي لك عليها عكبريت عقب سجارة، خصوصا السجاير. مفيش حاجة تشيط القلب وتحرق الصدر غير السجاير، فاهم ولا لا؟ فاهم يا بابا، لك حق. وما تاخدش على خاطرك من فتحية، دي لولاها ما كناش نسوى بصلة، دي مضحية براحتها علشاننا كلنا. وديك شايف البنات بتوع اليومين دول ماشيين على حل شعرهم. ابقى ريحها واسمع كلامها، دي قلبها عليك، فاهم؟ فاهم يا بابا، لكن ما تلكنش. يلا ورينا عرض كتافك.
اسهل من النصيحه ولا فيش ألذ من السيجاره. الراجل قرر له ايه؟ هاتوا له طاسه الخضه ولا شوفوا لي حاجه ارقيه بيها، ده عينه وصابته. يا ستي مفيش حاجه ابدا، الحكايه بسيطه خالص. قولي انت شربت سجاير؟ نفس واحد بس. نفس ولا نفسين؟ انا مش قلت لك بلاش سجاير خالص. اعمل ايه غصب عني؟ لقيت السيجاره مولعه ومهوجه والدخان طالع كده، ما قدرتش املك نفسي، رحت واخد نفس. الحق على فتحيه. فتحيه لا، فتحيه مالهاش دعوه. انا شربت السيجاره من وراها، خليك عايل، اوعى تجيب لها سيره. التلي اهو، اتفضل يا بابا. متشكر. ايه اللي حصل يا دكتور؟ دي شرقه. والشرقه دي جت من ايه؟ جت من لازم حد كان جايب في سيرتي. طب وايه العمل؟ النهارده يقعد يستريح في السرير، بكره يقدر يخرج، بس على قد ما تقدروا ما تخلوش حد يجيب في سيرته، فاهم؟ وقول لهم هم ما يجيبوش في سيرتي. ايه هفوتك على خير. مع السلامه يا دكتور. انا لازم ابخرك يا وليه. صبين لسانك علشان تتكلمي كلام نظيف شويه. ايه اللي طاست الخضه وايه اللي رقيك وايه اللي بخرك؟ انت دايما معايا كده. يا سلام عليك. افتحيها يا اختي على الاخر. ايه يا دكتور؟ طمني. لا مفيش حاجة، بسيطة. الحمد لله. ما تتصورش يا دكتور قد ايه اتخضينا. اصل انا ام نوال. تشرفنا يا فندم. وسهير. اصل عمي عزيز علينا قوي، وانا قلبي ضعيف ما يستحملش الخض. لا سلامتك. الحكاية بسيطة ما تستاهلش. وايه السبب يا دكتور؟ الظاهر انها شرقة وفاتت على خير. بس انا بستغرب من ايه جات له الشرقة دي؟ ده كان بيكح بشكل فظيع. من السيجارة يا قبل. سجارة؟ أنهي سجارة؟ الله، هو ما قالكوش؟ قالنا على إيه؟ أنت شفتيه بيشرب سجاير؟ أيوه. وجات له منين السجارة دي؟ من يوسف. من يوسف؟ ماله يوسف، عمل إيه تاني؟ هو أنت وراك غير المصايب؟ هو في حد هيخرب البيت ده غيرك؟ ليه بس؟ إيه اللي حصل؟ النهارده كنت هتموت أبوك. أنا؟ أيوه أنت. إزاي بس؟ أنت هتجنديني. بالسجارة اللي اديتها له. سجارة؟ أنا اديته سجارة؟ أيوه. السجارة اللي رميتها لما ظبطك. وانا ذنبي ايه؟ وانا قلت له خدها، وانا اللي شربتها له. واحد مش حامل سجارة يشربها ليه؟ وانت كمان لك عين تتكلم. وما تكلمش ليه؟ وانا كفرت يا شيخ. خد الدواء بلاش قرف، كل حاجة يوسف يوسف. خلاص بقى يا ابو حجاج، روق يا اخي روق. الله. يا جماعة المسألة ما تستاهلش ده كله، والحمد لله اللي فاتت على خير. استأذن. مع السلامة يا دكتور. انا حطيت عليك عن قريب زي ما اتفقنا. تشرفي في اي وقت، بس قولي للتمرجي انك من عند فتحيه. اوكي. اربع اربع. اما اشوف لك الفنجان يا بنتي. ان المعادن التي تستخرج من بطن الارض هي الحديد والصلب والذهب. ها شفت ايه يا ماما؟ بختك حلوه قوي. والزفت والاطران والفحم ايضا. اعوذ بالله، فال الله ولا فالك. وانا مان، ايه الكتاب بيقول كده؟ انت بتاكلي ولا بتذاكري؟ خلصي اكلك القبلة وبعدين روحي اوضتك ذاكري. طب بس انت شوفي الفنجان بتاعي. قولي يا ماما. قولي. شايفه قدامي زفه. صح يا ماما. وفي اخر الطريق كوشه قاعد فيها جدع زي القمر. فين يا ماما؟ فين؟ وريني اهو. جدع ابيضاني وحليوه. وماسك في ايده سماعه. والله يا بنتي مش شايفه. يوم وبعدين معاكي يا ماما، ما تبصي كويس. ايوه ايوه يا بنتي، ماسك في ايده حاجه كده زي المشرب. لازم القصه محمود الميزان ولا معلم عبده الجزار. امشي قطع لسانك. المعلم عبده الجزار ده تلاقيه في فنجالك انت. بس يا بنتي ما تتخانقوش. يا ماما شوفولي الدكتور ممدوح ولا لا، انا عايزه النتيجه. والنتيجه تكون الفشل وخيبه الامل في اغلب الاحيان. وبعدين معاكي يا بنت انت هتسكتي ولا اخبطك باللي في ايدي؟ وانا مان، الكتاب بيقول كده. بس انا شايفه يا بنتي اللي قاعده معادي ما هيش شبهي. لازم قابله فتحيه. لا انا.
ما هو ممدوح ده بعيني كاك قلع عيني. ولو ممدوح هيخطب فتحية فاشر، ده انا بكره اجيبه من رموش عينيه قال يخطب فتحية. طلع لامك يا بنتي، اصل ابوك ما استحملش في ايدي لفه واحده. لفتيه في ايه، في ملايه سرير ولا في لحاف؟ اخرسي يا بنت، اجري ذاكري لك كلمتين ينفعوكي بدل الكلام في الحاجات اللي مالكيش فيها. ولو ممدوح هيخطب فتحية امشي. بكره شوفي هيخطب فتحية ولا يخطبني انا. قليله الادب. والله العظيم ده انا موريك يا بنت انت. يوسف ادخل. سيدي فوز. مين؟ سيدي رشاد. الو، اهلا يا ابو الرشد. والله يا سيدي بذاكر. انا باكد عليك علشان بكره اوعى ما تجيش. ان شاء الله حاجه. حته ايه؟ الفستقه اللي ساكنه جنبك. هحاول. طب وافرض ما قدرتش؟ تبقى ترل، تبقى نيله، تبقى مش مالي عينها. مش مالي عينها ازاي؟ ده انا اجيبها واجيب ابوها. ايه؟ ما اقدرش. طب تراهن جنيه لجنيه يا عم. اوكي اوكي، بس حضر الجنيه لان حكوحهولك. الو، مين؟ سهير. انا متاسفه يا يوسف، حقك علي، انا ما كانش قصدي ابدا، اصل انا خايفه على صحتك وانت لسه صغير على شرب السجاير. وانت مالك؟ هو انت ولية امري؟ مش كفايه فكره واحد، هتبقى انت كمان لسانك سايب. الله، انت طفيت النور ليه؟ علشان اقدر اشوف كويس. تشوف ايه؟ اشوف اشوف. تشوف ايه؟ ما تنطق. اشوف اجمل قوام. يا سلام على الدراعين اللي زي البنور، الدراعين اللي بتمنى انهم يضموني. هو جرى لعقلك ايه؟ هو انا بقى في عقل؟ شعرك، يا سلام على شعرك وانت بتسرحيه. يا ريتني كنت المشط. شعرك، شعرك اللي زي الليل، احب الليل. شعري بسرحه وزي الليل؟ انت لازم اتجننت. انا شعري اصفر ومدفراه، انت مش شايف ولا اتعميت؟ انا الظاهر اتعميت، مش قادر افرق بين الشعر الاسود والشعر الاصفر، حصل لي زغلله. مش قادر افرق بين الشعر المضفر والشعر الاسود السايح، انا سايح. أنا في الكوارع. إيه المسخرة دي؟ كوارع إيه يا قليل الأدب؟ إيه هو ده؟ أنا كنت بكلم المصمت. مصمت؟ والله ما أنت جايبها لبر. أنت محموقة كده ليه؟ إحنا كفرنا. وأكتر، أنت بتتعدى على حرمة الجار. يا شيخة ما تدقيش. ما أدقش إزاي؟ أنت تحب إن واحد من الجيران يتفرج عليها وأنا بقلع؟ ده كنت أخزع عينيه. أهو أنت دلوقتي تسأل خازق عينيك. لازم تعامل الناس زي ما تحب انهم يعاملوك. طب يا ست انا متاسف، قفلي بقى. طب والله ما كانش بابا عيان، لا كنت قلت له، لكن مش هعتقك تاني مره. قلت لك متاسف، قفلي بقى بلا قرف بقى. الو سهير، انا فتحيه. اهلا ابلة فتحيه. يا سهير قولي لاختك تبقى تقفل الشباك وهي بتقلع، لان في عندنا انسان ما عندوش اخلاق بيحب يبص على الناس في بيوتها. هيكون مين يعني؟ يوسف طبعا. لكن ده كان بيكلمني دلوقتي.
بيكلمني في ايه؟ في كنت بسأله سؤال في التاريخ. لازم في التاريخ وعلم الحيوان، لأنه كان بيوصف الكوارع. كوارع؟ كوارع مين؟ كوارع أختك الست نوال. ما هو كان بيكلمك وعينه بتبحلق في شباك أوضتها. قولي لها عيب تختشي. حاضر يا أبلة، أنا هقول لها. تصبحي على خير. آه يا خداع يا غشاش. شعر سايح زي الليل، وقوالب زبده، وكزان عسل، وكريس كمان. جرى ايه يا بت؟ انت بتحلمي بسوق الفاكهه؟ يا ريته سوق فاكهه وبس، ده سوق فاكهه ومذبح كمان. مذبح؟ انت اتهفيتي؟ غطي الكوارع لحسن الطير بتهف عليها. ايه ده يا بنت؟ بنت في عينك، بلاش فضايح قدام الناس. ناس ناس مين؟ الجيران يا ست نوال. قبل فتحيها بتقول لك لما تعوزي تلبسي تبقي تقفلي الشباك. يا شيخه عرفتيني انت فتحيه بتاعتك، انا حره. اقلع على كيفي، البس على كيفي، واللي مش عاجبه يقفل الشباك. اتفضلي يلا. ان شاء الله انا بعد الشر عنك. بعد تتاخري عنده؟ ما افتكرش. على العموم بعد ما تخلصي هسهرك عليك تدين سهره. لا يا اخويا اخاف، انا ما بحبش اسهر. تخافي؟ تخافي ده ايه؟ ده انا ههيئك قوي. اتاريك انت لوزه وانا مش واخد بالي. ايش عرفك؟ اصل امبارح شفتك وانت بتقلعي. يا قليل الادب، مش عيب. تاني مره ما تلاقيني بقلع مش لازم تبص. مش لازم ابص ليه؟ مجنون؟ انا ابص غصب عني. يا ده انت دردحت قوي. ولسه خش عليك. لا يا اخويا اخاف. تبقي بقى تاني مره بقى يا اختي ما تقوليش عليا صغير وخلف منك داسه. انت زعلت ولا ايه؟ طبعا هزعل. امال ايه؟ معلش يا زوزو خليها نوسي داسه. على العموم بقى انا هنزلك بقى الشارع الجاي عشان العياده قربت. عملت طيب؟ مفيش لزوم للدكتور ممدوح يشوف. متشكر قوي. باي باي. باي باي. باي باي ده ايه؟ انا مستنيك هنا لغايه لما ترجع. مفيش لزوم تعطل نفسك، يمكن اتاخر عند الدكتور. وتتاخري ليه؟ مش هما جستين وكلمتين في روشته؟ هما الدكاتره عندهم ايه غير كده؟ يمكن الاقي العياده زحمه. زحمه مش زحمه، انا مستنيك هنا للصبح، انا مقطوع لك. يا ده انت اتدردحت قوي. ولسه نوال. ايه بتحبيني يا بت؟ لا يا اخويا اخاف. يا بت يا اللي زي الخشاف. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا ستي؟ ازاي الحال؟ الحمد لله يا دكتور. ايه بقى يا ستي عندك ايه؟ الله، مش تستنى عليا شويه اما اخد نفسي؟ ايوه انا متاسف. اتفضلي استريحي. انا بس حبيت اطمن عليكي واعرف ايه المرض اللي عندك. ايوه انا ما عنديش مرض. امال جاياني ليه؟ انت مش قلت ان عندك تعب يا دكتور؟ الله. ايوه بس انا عاوز اعرف فين. هنا في قلبي. ازاي؟ ما اعرفش كده، بعد ساعات الاقي قلبي يدق. طب ما هو لازم يدق. امال عاوزاه يعمل ايه؟ ما هو لو ما دقش تبقى مصيبه. لا يا دكتور، ده ما بيدقش زي قلوب الناس. ده اول ما يتاثر من حاجه تلاقيه يدق بسرعه، تك 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 تك. شوف اهو زي دلوقتي مثلا. سامع يا ستي؟ خليه يدق. هو ورا ايه؟ ايوه ما وراحش حاجه، لكن جواه حاجه. حاجة زي ايه؟ أنا عارفة بقى. أمال أنا جاية لك ليه؟ هو أنت مش دكتور وتعرف إيه اللي تخلي القلب يدق؟ بس أنا متهيألي إن الحاجة اللي في قلبك دي مش عاوزة دكتور. أمال عايزة إيه؟ عايزة واحد بخرزانة يعرف يطلعها كويس. إيه قصده ده؟ أنت بتهزر ولا إيه؟ لا والله بتكلم جد. أنت بتشرب قهوة؟ آه. طب أنا هشوف لك الفنجان. أصل أنا خدت الحكاية دي عن مامي.
ديك النهار شافت لي الفنجان وقالت لي ان فيه كوشه وفيها واحد شكله سمارت ومسك سماعه في ايده. كل ده كان باين في الفنجان؟ هو اكتر. تحب اقول لك شافت ايه كمان؟ لا مفيش لزوم، كفايه كده. يا سلام يا دكتور، اما فنجانك هايل، في سكه طويله مليانه ورده ابيض وفي اخرها واحده لابسه طرحه بيضه. تحب اوصفها لك؟ انا اللي هوصفها لك. صحيح انت بتعرف تشوف بالبخت؟ امال شوف يا ستي، اللي لابسه طرحه بيضه دي طويله وبيضه وشعرها اصفر. ايه قصده ده؟ هو معقول الكلام ده؟ ازاي تقدر تشوف لون شعرها في الفنجان؟ مش معنى الست والدتك شافت السماعه في الفنجان يعني هي جت على الشعر الاصفر اسبخهولك؟ اقول لك في ايه كمان؟ لا مفيش لزوم، لغايه الشعر الاصفر واستوب. مش هتكشف عليا ولا ايه؟ لا الحكاية مش عاوزة كشف، أنا هكتب لك روشتة فيها برشام يخلي قلبك يهدى ويعقل. يعقل ازاي يا دكتور؟ يعني ما يتسرعش ويدق تك 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 تك، مش كده ولا ايه؟ لا ايه؟ الدكتور قالك ايه يا نونة؟ دكتور ايه يا شيخ بلانيلة؟ ليه؟ حضرته كاتب لي برشام يهدي القلب. مش انت قلت له ان قلبك تعبان؟ وهو في برشام يهدي القلب؟ امال ايه يعني القلب التعبان بيهدوه بايه؟ بفرامل؟ حضرتك بتنكد يا شيخ اتليه، وخد بالك من السكه. الله، انت مودينا فين ده؟ من سكه بيتنا. انت فاكره انا هروح البيت؟ امال هنروح فين؟ مش احنا اتفقنا هروح حفله عيد الميلاد؟ لا يا اخويا اخاك. جمدي قلبك. قلبي ضعيف. نديله برشام. ما ينفعش، والنبي تروحني يا يوسف احسن بخير. تخافي ومعاكي ابو حجاج والاجر على الله. يا ايه ده انت اتدردحت موت. الا قولي لي هما باعوا كام؟ ربع دس. الله. الله، انت ما بتضربش جرس ليه؟ واضرب ليه ما دام معايا مفتاح؟ وايه اللي يخلي معاك مفتاح؟ هي شقتي ولا شقتك؟ شقتي انا؟ ربنا يوعدنا. امال مديك مفتاح ليه؟ يا ستي اصلنا بنذاكر سوا، وساعات اجي ما الاقيهوش في البيت، قام اداني مفتاح عشان اخش، اصل بيني وبينه مفيش تكليف. اتفضلي. لا يا اخويا اخاف. تخافي ده ايه؟ طول ما انا معاكي ما تخافيش ابدا، اتفضلي. هلو 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 يوسف. هلو. اهلا وسهلا اشرقة الانوار. اهلا ابو حجاج. بونسوار بدمازيل. ناولوا الرهان يا اخويا ناولوا. رهان؟ رهان، اصل اترهنا انك هتكوني اجمل واحده في الحفله. وكسبت الرهان؟ ودي عايزه كلام. اتفضل الجنيه. ده انت اجمل واحده في الدنيا مش في الحفله. مش تعرفنا يا اخي. مدموزيل نوال رشاد صبحي. تشرفنا. الله، انتوا واقفين كده ليه؟ مفيش بار نركن عليه، مفيش كاس نمسح بيه زورنا. لا انا ما احبش الوقفه الارضيه دي. لك حق، يلا بينا على البار. اوكي. مادموزيل، صودا ولا ميه؟ ما بشربش. مش معقول مادموزيل مودرن زيك ما تشربش ويسكي؟ ما احبش الويسكي. اجيب لك جن. جن لما يركبك. اسكت انت. حاضر. الكاسين دول بس بمناسبه عيد ميلادي ممكن؟ اعفيني انا يا ابو الرشد. اعفيك وده معقول. خد. اعفيني خلي الليله تفوت على خير. ايه بتخاف انت راخر؟ لا ما بخافش، بس لما هروح فتحيه هتشمني، مش هتفوت الليله على خير. يا فتحيه دي وليت امرك يا اخي. اكتر. خد يا اخي بلاش فضايح، دي حته كسقرع. في صحه رشاد. في صحه رشاد. صحتكم كلكم. اه علقه تفوت ولا حد يموت. انا شربت 37 كاس ويسكي لما كنت في كبري السنه اللي فاتت. انت كنت في كابري؟ فت عليها وانا رايح روما، كان عندي ميعاد مع بابي علشان نسافر باريس، عملنا هناك شويه بيزنس وبعدين طلعنا على فوق على السويد. اصل باريس حر ما تنطقش ابدا. باريس ما تنطقش؟ بعد 3-4 مرات الواحد بيزهق منها. وليه بتسافر كتير كده يا استاذ صبحي؟ اشغل بابي بتضطرنا للسفر، عقود صفقات. اصل بعد تحديد الملكيه ال1000 فدان صفصفوا على 200، الراجل هيعمل ايه؟ هيقعد بطال؟ مش معقول، اضطر يشتغل في الصناعه في التجاره. ارقص يا مدمزيل نوال. انا حاسس ان ده اسعد عيد ميلاد مر علي. لك حق، ما دام كل اصحابك اللي بيحبوك حواليك. مش دول سبب سعادتي؟ امال مين؟ سبب سعادتي حاجه حلوه دخلت جوا قلبي. خليته يعمل تك 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 بالظبط. بس خد لك برشام. برشامة؟ برشامة ايه؟ برشامة تهدي قلبك. انت برشامتي، انت دوايا كده على طول.
واكتر من كده. بس الدواء دوت هتحضره امتى؟ مش لما تتخرج من الجامعه؟ اتخرج انا يهمني اتخرج، انا اقدر افتح جامعه لو حبيتي. بس الدواء ده له روشته، له اجزخانه، ولا بالك يتسف كده زي الصفوف؟ انا مستعد اخد من اجزخانه، بس هي فين؟ انت عارف العنوان، ودي لك نمره التليفون. بس ليه سؤال افندم؟ يوسف مركزه عندك ايه؟ ابدا ولا حاجه، انت عارف ان احنا جيران كده. هما هيفتحوا البوفيه امتى؟ صحيح، امال هما عازميننا هنا ليه؟ انا عارف يا اخي. طب ما تقول له يا اخي. لا 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 لا، هما بياخدوا الدواء في البلكونه بعدين يستهوا ياخدوا برد. احنا عايزين نروح عشان نذاكر يا محروس. ايوه خدهم البوفيه عشان نذاكروا. اتفضلوا. اهو كده احسن، ورانا دروسنا. لا هما رايحين البوفيه ياكلوا ولا يذاكروا دروسهم؟ لا، عشان نزلوا على الاكل بدروسهم. وبعدين نزلنا في هوليود والاقي لكم مين في المطار؟ مين؟ افا كاردينر. وبعدين كلمه مني كلمه منها، ضحكه مني ضحكه منها، رحت محزمها ورقصتها 10 بلدي وعرفت علمتها كده اهو. ورينا يا نواف. لا يا اخوي بخاف. لا بنجي. يلا يلا خليكي جدع عمال. والله يا ابني كان بعت لي تلغراف في البلد وقال لي انه عيان، رحت سالت عليه على الاوضه اللي هو فيها، قالوا لي ان هو عند صاحبه رشاد، واديني العنوان. هو موجود يا ابني احسن، انا مخدود عليه قوي. ايوه موجود، نقول له مين؟ قول له ابوه. ابوه؟ هو سعادته قاعد تحت في العربيه؟ انا يا ابني ابوه. ايه؟ انت ابوه؟ انت راجل نقطه صحيحه، انا ابوه ايه؟ معلش يا ابني روح بس انت اديله خبر. انا مالي؟ انا اقول له ذنبك على جنبك. ناول ابوك كاس يمكن يقدر ينسى همومه اللي سايبها في البلد. ناوله يمكن يقدر ينسى امك واخواتك البنات اللي حرمهم من الكسوه والقوت الضروري عشان يعلمك لاجل ما تبقى راجل تنفع نفسك وتنفع ابوك لما يعجز ولا يموت، وتسطر على اخواتك البنات وامك المسكينه العجزه. هي دي المذاكره يا صبحي، هو ده النجاح اللي كنا منتظرينه منك. ناول ابوك، ناول ابوك كاس، ابوك مصطفى الارياف يمكن ينسى الركوبه الحماره اللي كانت بتهون عليه تعبه. بعتها لما كدبت عليا وقلت لي انك عيان ومحتاج لفلوس، بعتها وجيت جري عشان اقف جنبك وانت عيان،
عملائك بترقص وبتسكر. لو كان عندك دم، لو كان عندك احساس، لو كان عندك شعور باللي أذيته علشانك، ما كنتش وقفتني وقفتك، ما كنتش كسرت قلبك كسرة دي. روح يا ابني منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. أبا 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 ما تيجي يا بنت تغير ريقك انت واخوك. حاضر يا ماما. ما لمعتيش الازاز كويس ليه يا زكية؟ ولمعه ليه يا ستي؟ ما بكره هيتوسخ تاني. عشان تنضفيه تاني. يا فندم. انت جايب لي وقت الكوسة بخمسة ساغ؟ بيبيعوها كده يا فندم. لكن التسعيرة مش كده، وزير التموين قال ما تجيبوش حاجة إلا بالتسعيرة. المرة الجاية خلي وزير التموين يشتريها لك. كده؟ طب روح سلم عهدتك وريني عرض التافه. الله الله الله، انت زعلتي يا ستي، ما كانش قصدي والله. اصل انا ما احبش الهزار، وتاني مره تجيب كل حاجه بالتسعير. حاضر يا ستي. يوسف يوسف. ايوه نازل. انت مش واخده بالك انك حاطه الحمل كله على فتحيه؟ وماله؟ خليها تطلع ست بيت علشان لما تروح بيت جوزها تشرفنا وتشرف نفسها. ايوه لكن برضه كتير عليها. ايه هو اللي كتير؟ مش احسن ما تبقى فاضيه وعقلها يودي ويجيب في حاجات تانيه فاضيه؟ انا مش عارفه هنعمل ايه لما تسيبنا فتحية. تسيبنا؟ تسيبنا وتروح فين؟ تروح بيت جوزها؟ ولا عاوز تربطها جنبينا ولا تتجوزي؟ يا ستي صبرك بالله، مش يمكن تتجوز وتقعد معانا هنا؟ صباح الخير يا فتحية. انت بتكح؟ بكح. بتكح ليه يا حبيبي؟ فيك ايه؟ بكح، نفسي اكح، عاوز اكح. ممنوع كح، مفيش حرية كح. تعال هنا قول لي مالك. بس ما تعملهاش حكاية قدام بابا. الله. صباح الخير. صباح الخير يا ابني. يا ابني كل بيض مالك كويس كل. انت سخن ليه بقى؟ وشك اصفر. انت هتعيني على الصبح، مش كفايه عليك يا بابا؟ ست فتحيه كلمني. يا واد عيب اختشي يا واد، مش كفايه انها واخده بالها منك؟ خلي الترمومتر كويس. سلام عليك وعلى شقاوتك. خد انت لسه عايش؟ اظن كده. مش ممكن. ده ايه ماله؟ ده بيغلي، ده سخن زي النار. بقول لك غشيمه. غشيمه ليه اذا كان درجه حرارتك في الترمومتر 45؟ دي درجه حراره الشاي مش درجه حرارته. حد تبقى درجه حرارته 45 ويعيش؟ جتك ايه دلوقتي؟ ما بتهزر حضرتك؟ نشفت دمي جتك البلد. طب ابقى دور بقى على اللي هيفتح لك. يفتح له؟ ليه هو رجع الساعه كام؟ رجع الساعة. فتحية يا حبيبتي ما تكذبيش، الساعة ما كانتش معاك. استنى انت يا ولد. كان وش ال وش المغرب. كان الديك بيدك. الديك بيدا وش المغرب؟ واعمل لكم ايه لو كان الديك بتاعكم فاضي بيدا من المغرب؟ كده ابقى هات له ديك بيدا وش الفجر. والله ما انت نافع ولا شافع. ليه بس يا بابا؟ انت شيخ بلا بابا بلا بتاع. مفيش حاجة هتنفعك أبدا إلا شغلك. سيبك من شلة الغجر اللي أنت ملموم لي عليهم دول، شوية عواطلية. يا بابا ده كان عيد ميلاد رشاد وهي ليلة تفوت. خلاص. يبقى مش هتتكرر تاني أبدا. ومن هنا لغايه يوم الامتحان مش هتخرج بره البيت. بس ضروري اخرج النهارده عشان اطلع البطاقه الشخصيه. حجك هو يقعد دقيقه واحده في البيت؟ خلاص مانيش مطلع حاجه، خليهم يسجنوني. احسن. ايه؟ قال لي ما فيها تذاكر لك كلمتين ينفعوك. اهون عليكي. ما انا هبقى اجي ازورك واجيب لك عيش وبيض وحلاوه واوصل بس سجان عليك. بعد الشر يا فتحيه، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ قوم يلا يا ابني قوم. قوم روح طلع البطاقه الشخصيه بتاعتك دي اللي بتقول عليها قبل ما يسجنوك. بس عاوز شهاده الميلاد. انا عندي مستخرج، ينفع؟ ينفع بس قبل الزحمه وحياتك يا بابا. يا ابني ريح نفسك، ده السجن تهذيب وتاذيب واصلاح. انا مستعد اروح بس لو ضمنت انك ما تجيش ورايا. طب يلا قدامي قدامي، يلا يلا تعال.
الشركة يا بابا. الو كده اذن الاستيراد وصل. طب عال 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 ابعته للبنك بسرعه. ايوه علشان تشحنوا عوام. انا موافق على كل الشروط. المتر عرفت تتكلم. كيف موافقين على الشروط؟ طب ده خبر كويس جدا. انت لازم تاخد الحلاوه بقى. طب شوف ما اقول لك اتصل بيه وحدد ميعاد علشان نتقابل. اي وقت انا ما عنديش. ايه اللي انت بتقراه ده؟ يا بابا انا مش مصدق. ولا كلمه. طب انا هبطلبك بعدين. ادي شهاده ميلادك. يا بابا انا كنت فاكر ان مفيش غير الشهاده بتاعتي لكن ما كنتش فاكر ان ان ايه انت ان فتحيه مش اختي. مين قال لك ان فتحيه مش اختك؟ الشهاده طز في الشهادات بقى بعد العمر ده كله ما تبقاش اختك. واكتر واكتر من اختي يا بابا. انا لو كان ليا بنت ما كنتش احبها ابدا اكتر من كده. لك حق لكن ايه حكايه الشهاده دي وليه فتحيه مش اختي؟ وطي حسك وطي حسك. ده سر سر ما بيني وما بين والدتك. كان المفروض انه يفضل مكتوم في قلبنا طول العمر محدش يعرفه ابدا لا انت ولا هي. لكن اعمل ايه للظروف؟ مين كان يصدق ان بعد انا ما نجحت في كتم السر ده العمر ده كله ينكشف بالطريقه البسيطه دي؟ على العموم انا مش صغير ولا غريب وتقدر تعتمد ان السر ده ما يطلعش بره ابدا. ده عشمي فيك يا ابني. انا مش عايز حد ابدا يعرف الموضوع اللي انت عرفته دلوقتي خصوصا هي. مش عايزها تحس ابدا ان معاملتك معاها اتغيرت. بالعكس ده انا حبيتها اكتر من الاول. حط في دماغك حاجه يا ابني. المساله مساله حياه او موت. البنت دي اتربت عندنا هنا طول عمرها. ما تعرف لهاش اب ولا ام غيرنا احنا الاثنين. دي امانه في رقبتنا يا يوسف ومسؤوليتها علينا اكتر مما لو كانت بنتنا. ايوه بابا ان شاء الله هكون عند حسن ظنك. انت بقيت راجل دلوقتي وتقدر تقدر الاسرار. اوعى في يوم من الايام تغلط ولسانك يزل. مش معقول مش معقول يا بابا ابدا. النصيحه دي مش علشان الموضوع ده يا ابني. لا ده علشان حياتك كلها. بكره هتقابل ناس وهتعرف اسرار. والانسان اللي ما يؤتمنش على اسرار الناس يبقى انسان لا يمكن الاعتماد عليه. اسكت. انت نسيت تاخد الدواء يا سي بابا. ايه الحكاية؟ في ايه؟ انت عملت ايه تاني؟ ابدا. في ايه يا بابا؟ الـ 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 الولد ده هيجنني. مش عارف كان عماد بيقول لي على ال 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 عاوز 5 جنيه دروس خصوصية. تصور عايز 5 جنيه دروس خصوصية تاني؟ ليه هو خد قبل كده؟ هو بيبطل أخدان معامل زي المنشار طالع واخد نازل واخد. وديك فين الخمسة جنيه اللي خدتها امبارح من ماما؟ ما تقول ما تنطق. هما دول كانوا بتوع دروس. أمال دول بتوع إيه؟ ما أنا عارفة أنت عامل زي البلاعة الواحد مش عارف لك أول من آخر. هي كمان الفلوس دي مبلغها. ما انت لو كنت بتذاكر اول باول ما كانش بقى لها لزوم دلوقتي. اسمع بقى بقولك انا مش هديلك ولا مليم. تسقط تنجح في 60 داهيه. انت لما تنجح هتنفع نفسك مش هتنفعني انا. في ايه تاني؟ ايه اللي حصل كفالة الشر؟ هو انت ما تسيبوش الواد ده في حاله ابدا؟ عايز 5 جنيه تاني دروس خصوصيه. ومال اهو كل التلامذه بياخدوا دروس خصوصيه. انا شخصيا مش هديله ولا مليم. انا اديله. خد يا زوز خد يا حبيبي. اخد يا بابا؟ ما تاخدش ازاي؟ امال يعني تسقط؟ لما ازوغ انا بقى عشان الحق البطاقه. مع السلامه. رزق الهبل على المجانين. يلا بقى هات لنا من الدواء اللي في الدولاب علشان خاطر اروق اعصابي شويه. انهو دواء؟ ده اللي انت قافله عليه في الدولاب.
هاتي كاس بقى وخلاص يا فتحية. الله، أظن مفيش لدوم لكاس على الصبح يا بابا. فتحية، وبعدين معاكي بقى يعني؟ أنت يا راجل أنت ما بتغطشيش على دمك. أنت دايما شايل الواد على دماغك وزاعق فيها إيه لما تديله 5 جنيه علشان دروس الخصوصية؟ أنت فاهمة ليه المسألة علشان 5 جنيه؟ أمال إيه؟ يوسف، يوسف عارف. عارف إيه؟ عارف إن فتحية مش أخته. يا نهار زي بعضه. انت كنت بتكح الصبح. لا ابدا مفيش حاجه، بذاكر. مش معقول، اهو ده يبقى انقلاب. قاعد لا بتتنطط ولا بتشقلب ولا حتى بتبص من الشباك من غير ما تكون عيان. من اين لك هذا العقل يا سيوس؟ اصل الامتحان قرب والواحد ضروري يشوف مستقبله. ايه العقل ده كله؟ ده انت لو كنت تفضل كده على طول ده انا اعمل لك تمثال. انت تستاهلي التمثال، انت تستاهلي كل الخير اللي في الدنيا. الله الله، من امتى ده كله؟ اسمع، يكونش عايز. لا والله مش عاوز حاجة، من هنا ورايا هعمل كل اللي تقول عليه، مش هزعلك أبدا. يا حبيبي يا يوسف، ده أنا فرحانة بيك قوي. ربنا يحميك وينجحك ويبعد عنك ولاد الحرام. ولاد الحرام؟ أبدا أبدا. مالك يا يوسف، في حاجة؟ لا مفيش، أنا الظاهر تعبت من المذاكرة. أعملك فنجان شاي؟ لا هنام أحسن عشان أقوم بكرة أذاكر بدري. أحسن يا حبيبي. لحسن تيجي على السيرة، ده أنا لسه مصلح أموري معاه. صباح الخير يا فتحية. صباح الخير يا ممدوح. إيه اللي جابك بدري؟ وأنت إيه اللي نزلك الجنينة بدري؟ بنزل ألم الورد قبل ما يطير من عليه الندى. وأنا كمان جاي أقطف وردة بندى. بس حاسب لا تشكك. الوردة ما تشكش اللي يقطفها بحنية أبدا. وانت هتقطفها بحنية؟ أنا هقطفها بحنية لأني بحبها وهي بتحبني. هو في ورد بيحب؟ مش الورد بيحس؟ أوي. يبقى لازم بيحب. هو حقيقي بيحب لكن بيخاف. من إيه؟ من القطف. بيخاف لو اتشال من على عوده يدبل واللي كانوا بيحبوه ينسوه. اللي بيحبوه عمرهم ما حينسوه، هيشلوه من على عوده ويغرزوه في قلوبهم ويروه بدمهم ويحبوه يحبوه. مادام هما كده يبقوا يستاهلوا الوردة ويقدروا يقطفوها. عايزين الحمرة ولا البيضة؟ البيضة، اللي قلبها زي وشها أبيض ناصع. بس لازم تجيب لها زهرية وتحطها فيها. ماشي كلامك. فين بابا؟ بابا خرج. الله، خرج ازاي؟ ده أنا جاي بدري علشان ألحق قبله قبل ما يخرج. الشركة طلبته من بدري. طب افوت عليه بعد الظهر لاني لازم اشوفه النهارده ضروري. علشان؟ علشان علشان استاذنه في الورده. رفوار. مع السلامه. Thank you.
وردة الحب الصافي لم ايدين اللي ساكي. ادخل. هلو، صباح الخير يا دكتور. الله، هو انت؟ ايه مفاجأة غريبة؟ شوية. ها ازاي قلبك دلوقت؟ بطل يقول تك 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 تك؟ بالعكس، دي زادت معها قوي. خدتي البرشام؟ الحقيقة لا. وايه الفايدة؟ جاياني هنا ليه لما انت مش ماشية على العلاج اللي انا كتبتهولك؟ اصلا انا عارفة قلبي مش عايز برشام. امال عاوز ايه؟ عايز حد يحس بيه ويرقله. في الحالة دي بقى ادوري لك على حد فاضي. وانت مش فاضي؟ لا، انا مشغول، مشغول قوي. بقى في الورد اللي عليه الندى؟ ليه لا؟ تفتكر ان دي شغلانه سهله؟ دي ورده العمر، وعشان كده عايزاك تنقيها كويس. وده اللي اعتقد ان انا عملته. تبقى غشيم في الورد يا دكتور، حد ينقي ورده زي دي؟ ليه؟ مالها؟ بلدي. وماله البلدي؟ تدبل بسرعه وتقع ورقه ورا ورقه وتملى لك البيت ورق وقرف. بس انا احب الورق. الورق الابيض لما يملى البيت يديله بهجه وحياه. انت غشيم، غشيم قوي يا دكتور، صعبان عليا. شايف الزهرة دي؟ مالها؟ دي اسمها زهرة التوليب، عمرها ما تدبل أبدا. جايز. وليه ما تاخدهاش؟ لأني ما أحبش ورد الدكاكين، ما أحبش الورد اللي بيسرحوا بيه في الشوارع ويترموا بيه على الناس. الوردة تبقى عزيزة وهي في أرضها وعلى عودها وفي وسط شوكها. لكن ده ما يمنحش إنك تحب زهرة التوليب. كل زهرة وكل وردة لها قيمتها لما تكون عزيزة، وساعتها تلاقي ناس كتير يتمنوا يقطفوها. أهي دي الروشتة بتاعتك يا مدمازيل، ده العلاج بتاعك. فهمت بقى يا أمورة؟ فهمت يا دكتور. شايفة زهرة التوليب وسط الورد البلدي عاملة زي الملكة. الله، انت خايفة لضغطي على الورد البلدي بتاعك؟ أنا ما بخافش من حاجة، اتفضلي يا ستي زهرتك أهي. يا اختي قوليلي، هو السيد احمد ماله؟ عنده حاجة؟ عيان؟ ليه في ايه؟ اصل شايفة الدكتور اتأخر عنده قوي. تلاقيهم قاعدين يدردشوا سوا. انت عارفة احمد يحب الدكتور ممدوح قوي. ومين ما يحبوش؟ ده لقطة. استأذن انا بقى. ما بدري يا دكتور. متشكر قوي، اصل اتاخرت على العياده. الدكتور ممدوح. افندم. انا عملت بالعلاج بتاعك، انت مش شايف؟ باين كده، بس داومي على العلاج ده على طول. وهستنى كده كتير احسن الزهره تدبل. لا مش معقول. تعال تعال. مع السلامه يا دكتور. ولا عملتيها وخلتي يا بنت؟ صبرك علي، الورده بلدي. جرايا فتحية، هو ما توصلنيش الا اذا كان بابا عيان ولا ايه؟ لا ابدا. اتفضل اتفضل. يلا وصليه. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. اسمعي. ايه؟ انا ما قلتلكيش. مالك يا فتحيه؟ ابدا، انا اصلي شايفاك مشغول قوي مع نوال. نوال؟ ولا مشغول ولا حاجه. شايفاها بتتكلم عن علاج ورده بتدبل. خليها تتكلم، انما خلينا احنا في المهم. انا كلمت صاحب الورده، ابو الورده، وانا دلوقتي عاوز اجهز لها زهريه كبيره، بس لازم الورده توافق. انهي ورده؟ وردتي اللي اخترتها من زمان، الورده البيضة البلدي. انا احب البلدي مادام من الصنف بتاعك، بس لازم الورده تقول لابوها علشان يرد عليا بسرعه، لانه مستني رايها. بسرعه. انا اللي ارد عليه؟ طب وهرد اقول له ايه؟ انا عارفه بقى يا بابا. ليه يعني مش عارف؟ طلب ايدك ولازم موافقتك. الله بقى يا ماما. الله بقى يا ماما. قولي لي، ده حاجه
قصدك انت موافقه ولا مش موافقه؟ اللي تشوفه يا بابا. يعني موافقه؟ انا هقول له انها موافقه. موافقه ها؟ على خير الله. مبروك. الله يبارك فيك. خير يا حبيبتي، انتي فرحانة قوي. إلا فرحانة، ده النهارده أسعد يوم في حياتي. خبر كويس يا دنيا. قوي قوي، هتفرحوا بيه كلكم. الدكتور ممدوح ماله؟ خطب فتحية. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبال بنتك. ألف مبروك يا دنيا. الله يبارك فيك. وبعدين قبلة فتحية. فوق يا روحي. قبلة فتحية، قبلة فتحية. مبروك يا دنيا. الله يبارك فيك، عقبالك. دنيا حر. رايحة فين يا بنتي؟ رايحة أشم هوا في الشارع. اتفضلي. اتفضلي. يا أختي العريس باين عليه شيك ولطيف قوي. خسارة فيها، لكن نعمل ايه؟ يدي الحلق للي بلا ودان، والنبي يا بنتي ما حد يسعده الا نوال بنتي. هو انت هيعلن الخطوبة؟ مستعجل على ايه؟ دلوقتي؟ طول عمري اقول ان فتحية مسعدة. ربنا رزقها بحملوت. وانت كمال حماتك. كانت بتعض. يا راجل اختشي، انت كبرت. بابا. ايه؟ ده تالت كاس. ومال؟ النهاردة الشرب مفتوح، ده يوم سعيد. مش كده يا دكتور ولا مفيش اعلان خطوبه؟ لا انا في عرضك. موديه الشايده لمين؟ السيسي في اصحابه يا ستي. هما فين؟ في المكتب يا ستي. طيب. برافو زكيه. برافو. انت وهو اوعى الهوا. اموت في الهوا. يا سلام يا زكيه، ده انت زكيه موت. اهو كده. ايه ده؟ شاي كده حاف؟ مفيش بيتي فور، مفيش جاتو، مفيش تورته. اه قصدك الغموس. اتفضل. ايه ده؟ ايه ده يا بنت ده؟ الغموس شاي بالخس. شاي؟ شاي ايه يا تريل؟ ادي الشاي اهو. ده شاي ديورز. صب يا اخويا، صب صب يا اخويا. افتني بقى. انا مش فتان. ايه هو ده؟ انا معطل مذاكرتي وجاي هنا عشان اكل. مفهوم يا اخويا مفهوم. خديهم يا زكيه، خليهم ياكلوا بقى ويتخانوا. حاضر يا سيدي. اصل احنا مش بتوع شرب وما نقدرش نتاخر. احنا معزومين هنا ليه؟ عشان ناكل ونروح. انت معايا ولا ايه؟ صب يا اخويا، صب صب. اصب لك فنجان بقى عشان ما تفتنيش. انا ما بشربوش، انا مش فتان. انا في عرضك، احنا اصحاب. اموت انا بقى في الشاي السك ده يا اخويا. سك؟ قصدي من غير لبن. وايه اللي خلاكوا تشربوا شاي دلوقتي؟ شاي زوزو. شاي زوزو؟ اه شاي زوزو. شاي زوزو ده احسن شاي في الدنيا. مش عارفه ايه اللي حابسكوا في الاوضه دي. ابدا، بس اصل بنشرب شاي وبعدين هنخرج. اصل مش معقول بقى، انت عارفه المعازيب بقى قاعدين بره بيشربوا شربات واحنا بنشرب شاي. يعني من امتى العقل ده يا يوسف؟ ايه انت فين وانا عمال بدور عليكي؟ اصل كنت بطمن على يوسف. تطمني على هو يطمن على نفسه. انت النهارده تشوفي نفسك وبس. تعالي. يعيش يا زوزو. يعيش يعيش يعيش. انا مش فاهمه انت بتترعش قدامها ليه. ولا بترعش ولا حاجه، بس مش عاوزها تعمل سكندال. وتعمل سكندال ليه؟ ليه عندك ايه؟ ولا حاجه، بس يعني. بس ايه يا جبان بقى؟ بذمتك تقدر تفتح عينك فيها؟ وفي ابوها كمان، انتوا مش عارفين انا مين. اجيبها لك؟ بس ما تبقيش مجنونه. تجيبها لي يعني ايه؟ عشان تبطل شرب القرف اللي انت بتشربه. قرف يا شيخه، انت لسه صغيره، مش فاهمك في الحاجات دي. طب صبرك عليا، انا هوريك. توريني عن ايه؟ عارفه لو فتنت زي ما فتنت على السيجاره يعني هتعمل ايه؟ هتشوفي هعمل ايه بقى. من فضلكم يا حضرات، من فضلكم كلمه صغيره حلوه. دلوقتي هقول لكم اكبر خبر فرحني في الدنيا، خبر خطوبه الدكتور ممدوح لبنتي فتحية. فصلت
فرحه العريس والعروسه. ما تشربي يا نوال. عشان خاطرك بس. كاس تاني عشان خاطرنا. دي أول مرة بسمعكي فيها. وقبل كده؟ آخر مرة كانت من مدة طويلة. كانوا حلوين؟ الحلوين هم اللي برقص معاهم دلوقتي. ما تقومي نرقص سوا. يا راجل عيب، احنا كبرنا. وماله اداني في العتاق. عاجبك المفعيص اللي بيرقصوا دول؟ وبعدين معاك يا احمد. تقوم انت؟ بلاش، خلينا قاعدين نتفرج. كفايه بقى كده يا جماعه، يلا بينا. يلا بينا ده ايه؟ ايه هو اللي يلا بينا؟ عاوزين كمان براد شاي زوزو. كفايه يا زوزو، احسن بعدين البيكت يطب تاني. يطب تاني؟ ولا يهمني منها، انا ما يهمنيش اقعد شنب في بيتها. ما هو المصيبه انه من غير شنب. البيكت بتاعك يا استاذ حرمه. أنا لا يهمني حرمة ولا راجل، اللي هيخش نوحة مراد. ده الظاهر تقى العيار قوي. احنا لغاية كده كويسين، يلا بينا. ما يلا بينا يا جماعة ناخد رياض الرأس. يلا. تعالي هنا. لا يا فوز. أخاف. أتكسف؟ برضه لا. أمال إيه جننتيني؟ أحب الجدعان. أنا جدع. أنا عاوز بقى أخطف الوردة وأطير بيها. مش تصبر لحد ما تجيب لها زهرية، لحسن بعدين تدبل منك. طول ما هي في قلبي مش ممكن تدبل. مش تصبر لحد ما تفضيه؟ أنا مفضيه على الآخر، عمره ما تشغل بحد غيرها. دي تقدر تقعد وتتربع وتتمدد كمان. طب إذا كانت تقدر تقعد وتتربع وتتمدد، مش تصبر لحد ما تروح لوحدها ولا تخطفها وتطير بيها؟ وبعدين بقى في الوردة دي بلاش خطف ولا طيران. ممكن أشمها؟ عن إذنك دي يا واحدة، عن إذنك. يا نهار اسود، الحق البيكت هيعمل كبسة. يا ربي أزوخ. يلا إيه المسخرة وقلة الأدب دي؟ بقى دي عمال يعملوها أولاد الناس الطيبين، دي عمال ما يعملوهاش ولا أولاد الشوارع. اسمعي يا بنت أنت، طولة لسان مانيش عايز، إذا كان عندي كلام قولي للمحروس أخوك. وكمان سكرانه وما سكرش ليه؟ شايفه على دماغي طرحه. مش عيب تشربي. لا مش عيب، واذا كان عندك نصايح وفريها لنفسك. انا حر اعمل اللي انا عايزاه. انت حره في بيتك ومع نفسك، لكن مش في بيوت الناس وتتحكي على عقول ولاد الناس. ولاد الناس اللي هو بسلامه المحروس اخوكي. اه عندك بالله، واشربي ميته. روح يا اخويا لاختك خليها تفتلك كتكنيله عليها. تاني مره ما تبقاش شاطر وتقول انا ما يهمنيش اجدع شنب. اهي قدامك اهي، وريني ازاي هتقطم زماره رقبتها. انا جدعه قال هاو. عاجبك كده؟ استريحتي؟ وكمان لك عين تتكلم؟ وما اتكلمش ليه؟ ضروري اتكلم، هتكلم غصب عنك. انت مين انت؟ انا حر بجميع التصرفات، فاهمه؟ انت مش حر ولا حاجه، انا اختك واكبر منك. انت مش اختي. لا اختك غصب عنك. تضربيني بالقلم يا مجرمه. مجرمه؟ ايوه مجرمه، والماما كمان. انت فاكره نفسك اختي؟ انت حته بنت صايعه لميناك من الملجا. اتجننتش؟ تعالي شوفي شهادة التبني بتاعتك جوه هنا اهوت عشان تعرفي اصلك، وما تمديش ايدك على اشياء. يوسف انت بتقول ايه؟ انا قلت ايه؟ انا ما قلتش حاجة، انا ما قلتش حاجة. يوسف اتكلم، انا مش اختك، انا من ملجأ. اتكلم يا يوسف. انا ما اعرفش، أنا ما أعرفش، أنا ما قلتش حاجة. فتحي اعملي معروف، ما تقوليش لبابا، اعملي معروف. أنا ما أعرفش قلت كده إزاي، أنا ما أعرفش قلت كده إزاي، أنا مش سرحت قلت كده. عرفت. Thank you.
مالك يا فتحية؟ في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ مالك يا فتحية؟ في ايه يا بنتي؟ لا ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ مش معقول. انت حاسة بحاجة يا فتحية؟ ايوه تعبانة قوي. طبعا طول النهار واقفة على رجليكي. هو انت ايه؟ جبل؟ احسن حاجه تطلع تستريح في اوضتك شويه وتاخدي قرص اسبرين. تحب اطلع اوصلك؟ لا معلش. اطلعي يا بنتي. كده مش حكايه تعب. امال هيكون في ايه بس؟ فتحية. ايه يا فتحية؟ اتكلمي قولي اي حاجة. صحيح الكلام اللي قاله يوسف؟ افتكر انت اعقل من انك تسمعي كلام ولد طايز زي ده بيقوله في ساعة غضب. يعني ما ليش شهادة تبني في دناب المكتب؟ ليه بتحاولوا تخبي عليا؟ ليه ما بتقولوليش الحقيقة؟ الحقيقة مش هتغير الوضع اللي انت فيه. انت بنتنا وهتفضلي بنتنا. بلاش الكلام ده، كفاية انكم ربيتوني 20 سنة. في العشرين سنة اللي عشت فيهم معانا حسيت ان احنا قصرنا معاك في حاجة؟ حسيت بفرق في المعاملة ما بينك وما بين يوسف؟ لكن عرفت دلوقتي ان مش بنتكم وان البيت ده مش بيتي. لا لا يا بنتي لا. بيت الانسان هو اللي بينشأ فيه، اللي بيتربى فيه. انت نشأت هنا، انت تربيت هنا، هنا بيتك. انا مش عايزك تنسي دي ابدا. انا عمري ما انسى ده، لكن عايز اعرف انا ليا اب ليا ام ولا بنت؟ استغفر الله يا بنتي استغفر الله. طبعا لك يا اب. هو فين؟ ابوكي مات قبل ما تتولد. وامي؟ امك الله اعلم هي فين دلوقتي. واللي حطتني في ملجأ؟ الفقر مش عيب يا بنتي. امك حطتك في ملجأ لانها ما كانتش قادره تعولك ولا تعول نفسها. واحنا كنا محرومين من الخلفه، حبينا نتبنى طفل. رحنا الملجأ، اول ما شفتيني اتشعلقتي في رقبتي ومسكتي فيا. كان عمرك وقتها 3 سنين. حبينا ناخدك، قالوا لنا ان ليكي ام. رحنا دول كلمناها شرحنا لها الموضوع. لما عرفت ان سعادتك وحياتك هتكون مضمونه عندنا ما كانتش انانيه. قبلت، اتبنيناك رسمي، دخلت البيت عندنا. انت دخلت من هنا والسعاده دخلت من هنا. في سنه واحده كان عندنا يوسف، كنا هنطير من الفرح. بقى عندنا بنت وولد، نعمه من الله. وام هي فين وعنوانها ايه؟ ولزومه ايه العنوان بس يا بنتي؟ ما اقدرش اعرف ان ليا ام وما اسالش عنه. عندها حق، انا هدور لك على العنوان. وممدوح؟ ماله ممدوح؟ هيعرف ولا مش هيعرف؟ مفيش داعي ابدا انه يعرف. يعرف ايه؟ دي حاجه ما كانتش هتعرف لولا المغفل اللي ما بيعرفش يوصل لسانه ابدا. انا دلوقتي عرفت، وممدوح رخم مسيره هيعرف. يعرف، خليه يعرف ولا يهمك. انت بنتي، سمعاني بنتي. لكن انا ما اقدرش اغشه، دي حياه زوجيه لازم تتبني على الصراحه. شوفي بقى، انت عصبيه ومش هنقدر نتفاهم النهارده، خليها لبعدين. وحكايه ممدوح دي سيبيني انا اللي اتصرف فيها مش انت. وتاكدي اني هعمل كل حاجه لصالحك. تصبحي على خير يا بنتي. وانت من اهل الخير يا بنت. حرام عليكي تكسري قلبه بالشكل ده. انت نسيت انه ابوكي؟ ربنا يهديكي.
تصبح على خير يا بنتي. وانت من اهله. وبعدين معاك يا بنت انت، انا مش رايقلك. مالها؟ من ساعة ما خرجت من عندكم ما رجعتش لحد دلوقتي، ما فاكراها عندكم. هو انا ولي امرها؟ كفاية اللي جرالي بسببها. دي ركبت العربية مع رشاد. تتفلق ذنبها على جنبها. اعمل معروف يا يوسف. طب قول لي عنوان رشاد وانا اروح لهم، اصلا انا خايفة عليها قوي. ماليش دعوة بيها. يوسف اعمل معروف يا يوسف، والنبي يا يوسف ابوس ايدك. هتخرب بيت وتضيع مستقبلي. الله يخرب بيتك. لولا ان السبب في معرفتك بالكلب ده اهو ما كنت سألت عنك. قدام يلا. ما تتفضلي تنزلي، مستنيه ايه؟ يوسف انا متاسفه ومكسوفه من نفسي قوي. طب وفري على نفسك كلام وانزلي احسن، مش ناقص اسف. انت طبعا هتظن اني. واظن ليه؟ دي عاوزه ظن. يوسف اياكي تكوني خدتي درس كويس وتتلمي في البيت وتعرفي ان كلام اختي فتحي عمره ما ينزل الارض. الله يا يوسف. ما تنزلي بقى. اللي يوسف يوسف، انت عليك عفريت اسم يوسف. اصلي عايزك تفهم اني مش هفهم حاجه. هتنزلي ولا انزل انا؟ الله. كيش في الاول. ياه ده انت اتغيرتي خالص. ما تغيرش ازاي يا سيد احمد؟ ده الزمن بيهد جبال مش هيهد البني ادم. كان الله في العون. والله انا دايما قلبي معاكي. طول عمرك طيب وكريم. انا عمري ما انسى جمايلك عليا ولا على بنتي. كبرتها وربيتها وبقت عروسه وست الكل. ما تقوليش كده. دي بنتي انا. أنا ماليش جمايل لا عليكي ولا عليها. حتى القرشين اللي كنت ببعتهم لك حضرتك تغتصي وتخليني أدور عليكي. وأنا هفضل آخد منكم الإمتى؟ هفضل مضايقاكوا كده على طول؟ أنا سافرت دمنهور ولقيت شغلة هناك. مالكيش حق.
انت دوختيني عليكي، ولولا الصدفه ما كنتش عرفت عنوانك ابدا. وليه التعب ده؟ مدام ربنا سترها والحمد لله. برضه يعني الناس لبعضيها. وفي الحقيقه انا كنت جاي لك كمان علشان. علشان ايه؟ علشان فتحيه. فتحيه؟ مالها؟ لا ما تتخضيش، عايزه تشوفك. تشوفني؟ تشوفني انا؟ ايوه. وهي تعرفني منين؟ تعرف عنك كل حاجه. ازاي؟ اهو ده اللي حصل. بعد العمر الطويل اللي قضيناه في التستر والكتمان، في ثانيه واحده عرفت السر. بقى نحرم نفسي منها العمر ده كله علشان ما تعيش معايا العيشة اللي أنا عايشاها، وتشرب الذل اللي أنا شرباه. تقوموا انتوا تيجوا في ساعة واحدة تذلوها. ما حدش ذلها، قلت لك. هي عرفت غصبا عننا. وقلتوا لها عني إيه؟ قلنا لها الحقيقة. قلنا لها إحنا ما نعرفش أنت فين، لأن مضت مدة طويلة ما شفناكيش فيها. وهي قالت إيه عليا؟ هي مصممة إنها تشوفك. قالت دور عليها ودور على عنوانها. يا ضنايا يا بنتي، وايه العمل؟ مش عارف، مش عارف. ده اللي انا جاي اكلمك علشان هي مصممه انها تشوفي. خلاص تيجي تعيش معايا هنا. تعيش معاكي؟ ودي تيجي؟ دي بنتي، دي حته مني، انا استحيل اتخلى عنها. ولما انت بتحبها بالشكل ده، ليه خليتها تعرف الحقيقه؟ قلت لك غصب عنها. ودلوقتي لازم نشوف لنا حل. حل؟ خليها تيجي هنا ويبقى يحلها الحلال. يعني ايه؟ يعني اللي يعجبها تيجي تقعد معايا، اذا عجبها مرحب، واذا ما عجبهاش على كيفها. طيب ليه انت ما تجيش وتقعدي معاها؟ اجي اقعد معاها باي صفه؟ خدامه ولا غسالة؟ يا ستي استغفر الله، هتقعدي معاها بصفتك ست بيت؟ كتر خيركم، جمايلكوا كترت عليا قوي. بقى نحرم نفسي منها السنين دي كلها علشان ما ذلهاش، او ما اجي في الاخر وابقى انا في وشها مذله. لا يا سيد احمد، مش انا اللي اعمل كده. مش احسن ما تيجي وتقعد معاكي هنا؟ ربنا كريم، اللي سترها معاها في الوقت ده كله وما ذلهاش، قادر يكمل رحمته ويسترها معاكي وما يذلكيش ابدا يا بنتي. هو ابوك لسه مرجعش؟ برضه اسمه ابوك؟ اخس عليك يا فتحية، خلاص ما بقاش بابا. تهون عليك عشرة السنين الطويلة دي. معلش يا يوسف، غصب عني. انت اصلك مش حاسس باللي انا فيه، مش عارف الحيرة اللي انا عايشة فيها. انا بتهيألي اني ماشية في ضباب ومش عارفة هعمل ايه ولا عايزة ايه. افتكر بالسهل عليا ان انسى العشرة الطويلة دي، وان انسى ان بابا هو بابا اللي رباني، وان ماما هي ماما اللي كانت طول عمرها حنينة عليا. لكن برضو مش قادرة انسى الحقيقة المرة، ان انا مش بنتهم، وان ليا ام تانية يمكن تكون عايشة، يمكن تكون محتاجاني. مش برضو تفتكر ان معقول ان ادور عليها واشوفها واعرفها نفسي؟ ربنا يكون في عونك، مسيرك برضه تعرفيها. هعرفها ازاي؟ انا بيتهيألي ان بابا عارف ومش عاوز يقولش. ادي العنوان اهو يا بنت. انا ما كنتش مخبيها عليك، بشرف انا عرفته النهارده بس. لقيتها وشفتها؟ لسه. انا متشكره قوي واسفه اني تعبتك. بالعكس يا فتحية، أنا عايز أريحك. هطلع أجيب شنطتي. تحبي أجي معاكي؟ أرجوك، خلينا أروح لوحدي.
يسعد صباحك. هي دي شقه الست سعاد؟ ايوه. اتفضلي اتفضلي حبيبتي. يا ترى هي موجوده؟ اقدر اشوفها؟ انت تعرفيها يا بنتي؟ ايوه طبعا اعرفها. من امتى؟ من زمان قوي، بس ما اعرفش بقى اذا كانت هي هتفتكرني ولا لا. ما تفتكركيش ازاي؟ امال هي فين؟ انا عاوزه اشوفها. اقدر ام امها، اذا كان يلزمك اي خدمه انا مستعده اعملها لك. امال هي فين؟ انا عايزه اشوفها هي. ما هو مش ممكن. مش ممكن ليه؟ اصل تعيش انت يا بنتي. ماتت؟ مش ممكن. ده انا كنت جايه اشوفها، كان نفسي اشوفها. معلش يا حبيبتي، حكمه ربنا البركه فيك انت يا ضنايا. ربنا يرحمها ويرحمنا جميعا. انت كنت تعرفيها كويس؟ عمرنا ما افترقنا عن بعض. كان شكلها ايه؟ اوصفيها لي، احكي لي عنها والنبي. كانت عايشه ازاي وماتت ازاي؟ عاشت طول عمرها مستوره وماتت مستوره. كانت ست تعرف الواجب اللي عليها. كانت تعرفه اكتر من اللزوم. بس لو كنت اعرف قبل كده. تعرفي ايه؟ ولا حاجه. هي المرحومه ما قالتلكيش حاجه قبل ما تموت؟ حاجه زي ايه؟ ما قالتلكيش يعني ان لها قرايب، لها حد، لها سر في حياتها؟ ابدا، عمرها ما قالت ان لها حد ولا كان لها سر في حياتها. مسكين، انا كنت لازم اسال عنها. ما تيجي سالت اهو يا ضنايا. بس بعد ايه؟ معلش انا ضايقتك قوي. ابدا ابدا، انت ما ضايقتنيش. طب استاذن بقى. خليك شويه، اقعدي معايا شويه، اعمل لك فنجان قهوه. لا معلش، حب اجيكي تاني. هتبقي تجيني تاني. ما قلتيش ليه؟ ده انت خليتيني احس انك زي المرحومه. تمام، خليتك بعافيه بقى. مع الف سلامه يا بنتي. أنا حبيتك قوي، حب أجيلك تاني. إيه اللي خلاكي تعملي كده؟ كده أحسن، علشان ترتاحوا كلكم. اللي خلاني ضحيت علشان سعادتها السنين دي كلها، يخلينا ضحي علشان قلبها يفضل مرتاح، ما يحترش بيني وبينكم. مش عايزاها تعيل همي، عايزاها تعرف ان ملهاش حد في الدنيا غيركم. ما كنتش متوقع اني اجي هنا. بالعكس، انا النهارده بطول عمال افكر فيكي. قلت لنفسي يمكن ترضى عني وتقبل تروح معايا السينما، لان كل مره تطلعي لي بحجه. مفيش حجج ولا حاجه، انا اصلي كنت بشتري شويه حاجات، لقيت نفسي جنب العياده، قلت اما اطلع اشوفها. شوفيها بس،
واشوف صاحبها كمان. دي احسن مفاجاه شافتها العياده. على العموم دي عياده لطيفه قوي. بكره تبقى الطف لما توضبيها انت بنفسك. ليه وانت ذوقك وحش؟ لا انا ذوقي كويس في حاجه واحده بس. في ايه؟ في الورده اللي اخترتها. صحيح. ودي عايزه كلام. وما ندمتش ابدا على اختيارك ليها؟ ابدا. ايه اللي يخليني اندم؟ مفيش فيها حاجه تخلي الواحد يندم ابدا. جمال واخلاق واصل طيب ونسيب مفيش احسن منه، وام لطيفه قوي واخ دمه زي الشربات. اظن مفيش احسن من كده صحبه الواحد ياخد منها. تفتكر الصحبه دي مهمه قوي؟ طبعا. انا اخترت وردتي من صحبه كويسه لاني ما احبش الورد الشيطاني. ملوش ريحه. عرفتي بقى ما ندمش ليه؟ ايوه عرفت. عندك حق. طيب اقدر اسال انا كمان؟ اتفضل. ليه الورده اختارت صاحبها؟ فكري كويس على ما ارد على التليفون وارجع لك. ها؟ عاوز اطمن. هتطمن على ايه؟ انت اخترت ورده شطاني من صحبه غلط. الو عمي؟ اهلا وسهلا. في ايه؟ ايوه موجوده. ما قالتليش حاجه ابدا. كنا بندردش مع بعض. أرجوك يا ابني ما تسيبهاش، هاتها وتعالى على البيت حالا. حاضر، بس طمني في حاجة حصلت؟ لا ولا حاجة، بس تعالى بسرعة بعدين هقول لك. حاضر. يعني ما لقيتهاش؟ مش ممكن. دور عليها في اي حته ارجوك. دورت في كل حته ما لقيتش غير الدبله والشبكه. انا هتجنن، مش فاهم ايه اللي حصل. انا ما قلتلهاش حاجه تزعل ابدا. في ايه بس؟ بعدين هبقولك على كل حاجه، بس دلوقتي ارجوك دور عليها في كل حته، في كل حته. شكرا. مبسوط؟ كل ده منك انت. امشي اطلع بره، ما تخشش البيت هنا الا اذا جبت اختك. برا. يا دي المصيبه اللي جت لنا، الطف يا رب. قبل فتحيه، قبل فتحيه، انت فين؟ ده يوسف بيدور عليكي. ابدا، كنت بشتري شويه حاجات. متأسفة يا فتحية على كل اللي حصل مني. أنا اللي متأسفة على الكلام اللي قلته، كنت عصبية زيادة عن اللزوم. يوسف، يوسف، قبل فتحية أهي. فتحية، الحقينا فتحية، أنا في عرضك يا فتحية، بابا قال لي ما تخشش البيت إلا مع فتحية. إيه السبب؟ في إيه؟ عشان اتأخرت شوية؟ شوية وبس، ده أنت مشعللة في البيت حريقة، أنا مش ماشي من هنا إلا رجل على رجلك. أنا مش قادرة أفهم إيه السبب. يلا. عن إذنكم. اتفضلي. أنا مش عارفة جرالهم إيه من يوم الخطوبة وهم حالهم مش عاجبني. أنا برضو ملاحظة كده. ربنا يتمم لها بخير. ما تعرفيش قد إيه أنا بقيت أحب فتحية دلوقتي. وأنا ما تعرفيش قد إيه دلوقتي بحبك. بابا استلموها بقى، أنا مش مسؤول. تأخرت ليه يا فتحية؟ أنا آسفة. برضو كده تخدينا الخضة دي كلها. معلش، اصل كنت في حاله نفسيه وحشه قوي، خصوصا بعد. بعد ايه؟ انت عرفت تروحي؟ ايوه عرفت، بس متاخر. ليه يا بنتي؟ هو انت ما لقيتيهاش؟ لقيتها، لقيتها ماتت. يا حبيبتي انا امك وملياش بنت غيري. امي ماتت من غير ما اشوفها، بعد ما ضحت بسعادتها علشاني. ايوه لكن انت مالكيش ذنب، انت ما كنتيش تعرفي. دلوقتي انت فكري في مستقبلك بس، انسى الماضي وارجعي زي ما كنت زمان. انسى ازاي؟ مش ممكن. اعتبريها سحابه ومرت. احنا كلنا بنحبك وما نقدرش نستغنى عنك. ما هو خلاص ربنا رزقك بابن الحلال اللي بكره هتربطي مصيرك بمصيره. انا حليته من الرباط ده. بتقولي ايه؟ بقول حليته من وعوده. فوت عليه في العياده وسبت له الدبله والشبكه. ايوه لكن انا نبهت عليك الف مره ان حكايه ممدوح دي تسيبيها عليا انا. اصل ما حبيتش اورطه. تورطيه ليه؟ خصوصا بعد ما عرفت انه مش متجوزني علشاني، متجوزني علشان من عيلة احمد فتحي. امال انت بنت مين؟ انا
انا من ملجأ. اخصى عليك يا فتحيه برضو كده بقى بعد العمر ده كله تقول انك من ملجأ وما انتيش بنتنا. انا مش بنتكم، انتوا خدتوني عشان ما كنتوش بتخلفوا، لكن ربنا اداكوا يوسف. دلوقتي انا ما بقليش مطرح في البيت. مالكيش مطرح هنا؟ اوعى ايدك، انت لازم تفهمي حاجه، انت مطرحك هنا غصب عنك وهتعيشي هنا غصب عنك. انا مش عايز اعيش على حد، ومن بكره هدور لي على شغل اعول بيه نفسي. تعولي نفسك وانا عايش يا كلبه. مش بس فهمني، ايه اللي خلاها تسيب الشبكه والدبله وتمشي؟ تعال معايا وانا هقول لك على كل حاجه. اعقل يا بنتي واخزي الشيطان، ابوكي ضربك لانه شاعر انه ابوكي، لازم تعرفي كده. روقي بقى وخدي الليمونات دي، انا اعملها لك بايدي. خد يا بنتي علشان خاطرنا. حاضر، كتر خيرك. ايوه كده، علشان خاطر ابوكي العيان ده. انت نسيتي ولا ايه؟ والله انا خايفه عليه الراجل ده. ماما انزلي البابا عشان قاعد لوحده وانا هاخد بالي منها. طيب يا ابني ربنا يهديها. قولي لي بقى. حلو. ايه ده يا راجل اللي انت بتعمله ده؟ انت عاوز تموت نفسك؟ تعالي هنا. إيه؟ أنا مش هموت ولا حاجة. قولي لي البنت عاملة إيه؟ أي زي ما هي، حالتها تقطع القلب. لكن أفتكر الألم اللي أنا اديته لها هيفوقها شوية. ها؟ أيوة بس كان جامد، قطع قلبي أنا. أيوة هو كان جامد فعلا، لكن ما قدرتش، ما قدرتش أملك أعصابي أبدا. بنتي وتقول لي أنا مش أبوها، ما قدرتش أملك أعصابي. تعرفي ساعة ما قالت لي بابا، حاجة يا بابا. قوليها تاني، كلبة دي وحشاني قوي. بابا بابا بابا، وكمان بتسرق. أعمل إيه؟ إذا كان الباكت بتاعي خالي بيا. أنا عمري ما هخلى بيك يا بابا، أنا ماليش حد غيرك. ماليش عندي غيرك يا بابا. لكن احنا خلاص، احنا مش عايزينك بقى خلاص بابا. لازم تفهمي ان بيت الاب سلمه لبيت الزوجيه. مفيش لزوم للكلام ده يا بابا، خلاص انا رجعت له الدبله والشبكه عشان يختار زي ما هو عايز. طب ايه رايك بقى اذا كان هو اختار بعتلي الشبكة والدبلة وعارف كل حاجة يا بنتي؟